الكويتيين ليش لما تصير عندنا اجازه اول شيء نفكر فيه ان نسافر ما نقعد بالديره؟ نخفف شوي من الضغط. دوام رمضان وطاعات والحمد لله. الحين بطلع اليهال ماكو غير المولات والمباركيه ودبي. ودبي طبعا. ايه دبي. الكويتيين وين يروحون اكثر شيء؟ دول الخليج دبي. خارج تايلاند. الشرق اسيا غالبا بالوقت الحالي. جمهوريه تركيا، جمهوريه مصر يروحون. هذا الاغلب التركز فيها يعني. ليش ما سافرت؟ ما عندي فلوس. بالعيد ما سافر. ليش ما تسافر بالعيد؟ انسى، انا جربت مره واحده بالعيد برا الكويت، مو حلو. زحمه؟ زحمه بس مو حلوه. لو نروح فلجه عادي انا راضي. حلوه فلجه. فلجه حلوه ترى.